الصناعات تعلمتها في مكناس، هاد الصناعات تسمى النقش والزخرفة على الخشب، هي من موروثها يعني حضاري مكناسي 100%، يعني تيتخدم بخشب بردي ديال أزرو تقليدي 100%، هذا تيتسمى الطبيع الفوق، لداخل النقش، النقش على الخشب، هذا الطبيع هذا التوريق، يعني هذا باب مصوبة بطريقة تقليدية 100%. كنا مدينة مكناس مدينة الأرز، الخشب التقليدي الأرز هو البردع، كان عيطوا له حنا الأرز، هذا هو باش معروفه مدينة مكناس، وبه خدامين ما تنخلطوش، يعني أنا بالنسبة لي كصانع تقليدي ما كنخلطش الخدمة ديالي، كنخدم بالأرز 100% 100%. كاين الأنواع ديال الأرز، كاين ثلاثة الأنواع، كاين النوع الأول من الدرجة الأولى، وكاين النوع الثاني من الدرجة الثانية، وكاين النوع الدرج من الدرجة الثالثة، ثلاثة الأنواع. النوع الأول تيكون سامبل، يعني تيكون صافي، يعني ما فيهش شي حاجه ديال العيوب ولا شي حاجه. النوع الثاني تيكون بحال هكا بيض شويه، هو هذا الدرجه الثانيه، اولا كيكون مخلط فيه بعض الاعقاد، هو تيتسمى الدرجه الاولى الثانيه الثالثه. النوع الاول كيكون بزبط، يعني تنعيطوا له حنا شقار زعر، هذا هو اللي كاين. بعض الانواع ديال الخشب تنضيفوها الى بغى الكليان وشرطها علينا، يعني مثلا الا كان ما عرفش ولا باغي يجيب شي كومو تنخدموا عليها. مثلا هذا سيتروني مع لاكاجو، سيتروني مع لاكاجو كنضيفهم حتى هما كنوع اخر لهاد الخدمه اللي وريتك عليها، يعني كتتبع بالاضافه لهاد الخدمه هادي. النقش والطبيعة حتى هذا نفس المشكل، ولكن هو بالسيتروني ولاكاجو. كاين نوع اخر عاوتاني، هذا النقش سامبل كيتسمى التوريق فلورال، يعني هذا التوريق من نوع اخر، يعني زائد مفصل على الطبيعة، يعني هذا نوع اخر، يعني هي منقوش ما مطبعش، ولكن راه نفس الخدمه، يعني كامل يدوي، يعني ما مخلطش، كل شيء كتشوف يدوي. كاين هذا النوع الاخر عاوتاني مزوق بحال هذا، ملون بالالوان، هذا هو اللي كاين. البياس على حسب، كاين باب تقدر تاخذ لك 4 ايام 5 ايام بالنقش ديالها الطبيعي، كاين شي بياسه صغيره صندري مثلا، هذه تقدر تصوبها في نهار ونص على حسب الشغل. السقف راه تيدي جوج سيمانات ثلاثه، على حسب العبار والميزور، على حسب كل حاجه والوقت ديالها والعبار ديالها والدقه في الخدمه ديالها. قداش ما كانت مدقه وكانت رقيقه كتاخذ وقت، قداش ما كانت يعني خفيفه وكتكون بنيات فكتاخذ الوقت اقل، يعني اقل وقت. يعني واخا دخلت هذه الاله ديال الغزو ديال الاله سي ان سي، الغزو الصيني على حساب هذا الميدان، يعني مازال بعض الناس يعني كيطلبوا الشغل يداوي باليد، يعني كيفهموا الناس اللي كيطلبوا هادشي راه كيفهموا اش يقولوا وتيفهموا اش كيطلبوا. يعني واخا غزات على السوق، يعني مازال الحمد لله الناس يطلبوا هادشي باليد، وحنا خدامين على داك المنهج الحمد لله، ما نفصلوش عليه ان شاء الله، نبقاو مستمرين في هذا العهد ان شاء الله. عرف كاين يعني، ولكن قليل ماشي كيما شحال هادي، يعني اللي غيتعلموا قلال ماشي كثار كيما كانوا شحال هادي. يعني دابا كتخرج واحد ولا جوج في عام، ماشي شحال يعني من قبل، كانت في العطله كيجيبوا الناس وليداتهم كيجيبوهم في العطله كنعلموهم، يعني على طول العطله، وكاين اللي فيهم كيخرج من المدرسه وتيعقل على المحل، تيولي للمحل وتيتعلم في المحل، يعني وتبقى خدام معنا بارتو. يعني دابا اللي تعلموا قلال، يعني التعليم قليل، يعني بحال قلتي غادي نقارض، يعني ما بقاوش الناس يعني ولاو ماديا حاليا. دابا التلاميذ ولا اللي كنقولوا كالصناع المتعلمين ما بقاوش يعتمدوا على الصناعه، كيعتمد اول حاجه انه خصو يكون مادي، ما تيبغي يعني ما تيحبش الصناعه كانه يبغي يتعلم ولا شي حاجه، كيدخل على الماده اصلا. يعني وهي الصناعه الا بغيتيها خصك تكون تبغيها من قلبك باش تعطيها انت كامل، باش تعطيك واحد الشويه. العلم ماشي غير الصناعه ولا اي حاجه، يعني كنهضروا بصفه عامه، لا علم او صناعه ولا اي حاجه، خصك تعطيها انت كامل مجهود ديال الله يعطيك واحد الشويه، هذا هو المفهوم ديال هذا الشيء. هذا Thank you.
تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.